هنتعلم في هذا الفيديو طريقة رسم مكتبة حائطية زي الصورة اللي واضحة قدام حضراتكم. هنتعلم طريقة رسم المكتبة الحائطية أو الشكل الديكوري الحائطي بخطوات سهلة وبسيطة. أول خطوة هنعملها إن احنا هنرسم البوكس الأساسي بتاع المكتبة. هنروح على برنامج جوجل سكتش أب ونختار الفرونت ونختار التانجل، بعد كده نبتدي نرسم المستطيل بتاعنا بهذه الطريقة. بعد كده هنقول له اوفست وناخد اوفست بمسافة معينة عشان نرسم السمك بتاع الاطار بتاعنا. بعد كده هبتدي هاخد المنتصف او مسافة مناسبة من الجزء ده كده بهذه الطريقة. بعد كده وبرضو هاخد المنتصف بتاع الجزء ده. تمام. هنجيب الصورة مرة اخرى. بعد كده هناخد مسافة التلتين وناخد خط عمودي تقريبا يعني هنا، وهاجي على المسافة دي وانصفها. هبتدي ارسم الجزء المضلع بتاعي ده. هعمله ازاي؟ هبتدي اقول له لاين لحد هنا، هاخد الخط ده والخط ده الاول. بعد كده هقول له اريز واشيل الخط ده انا مش عايزه والخط ده انا مش عايزه. تمام. هقول له اوفست، اختار امر اوفست وابتدي اخد اوفست من هنا كده مسافة مناسبة، واوفست من الجزء ده مسافة مناسبة بهذه الطريقة، وابتدي اكمل هذا الخط لحد الاخر وهذا الخط لحد الاخر بهذه الطريقة. وهبتدي هاخد مسافة كده اصغر، هصغر المسافة دي لحد الاخر كده، وهاخد لاين هنا كده لحد ما اوصل للاخر، وهوصله مع هذا اللاين، وهوصله مع هذا اللاين بهذه الطريقة. وابتدي انظف الرسمة بتاعتي. هشيل هذا الخط، كل الخطوط الزيادة هبتدي اشيلها بهذه الطريقة. اي خط زيادة هبتدي اشيله، كل خطوط الاوفست اللي انا عملتها هبتدي اشيلها بهذه الطريقة. الخطوط دي كلها هتشيل معايا، يبقى ده الشكل بتاعي. وهشيل، خلاص ممكن اشيله بعدين. هبتدي اختار كل الخطوط اللي انا رسمتها دي، كليك كليك كنترول مع كليك كنترول مع كليك عشان اختار كل الخطوط اللي انا اخترتها. هعمل شيفت واشيل السطح ده، كنترول اختار هذا الخط بهذه الطريقة. بعد كده هقول له موف كنترول واختار الشكل من النقطة دي كده لحد ما اوصل للنقطة دي كده، كنترول من النقطة دي كده لحد ما اوصل للنقطة دي كده. تمام. بعد كده هختار امر لاين وابتدي اكمل الشكل بتاعي، هقفله بهذه الطريقة بهذه الطريقة. اي اجزاء مش واصلة كويس مع بعضها لازم اوصل بهذه الطريقة. وابتدي هاخد الشكل ده، الجزء الزيادة اللي في الأسفل ده معايا كده، وأقول له موف من النقطة دي لحد النقطة دي عشان الشكل يتقفل معايا بهذه الطريقة. بعد كده هاجي أشيل الخط ده، مش محتاجه الخط ده مش محتاجه. بعد كده هلاقي إن فيه برضو خط أفقي وهنا هبتدي أرسمه. هرجع لجوجل سكتش أب وابتدي ارسم الخط الافقي ده. هاخد لاين من هنا لهنا، لاين من هنا لهنا كده بهذا الشكل، لاين من هنا لهنا، لاين من هنا لهنا تقريبا. احنا بنرسم الشكل تقريبا، انت ممكن ترسمه بالابعاد هيطلع افضل من ان انا برسمه بكتير. وابتدي اشيل الخطوط الزيادة، أي خط زيادة هبتدي أشيله، أي خط زيادة هبتدي أشيله، أنظف الرسمة بتاعتي.
بس كده. بعد كده هبتدي اقول له اختار الجزء اللي في النص ده واقول له ديليت، الجزء اللي في النص ده اقول له ديليت 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 بهذه الطريقة. بعد كده هقول له امر بوش وابتدي اختار الفيس ده كله واقول له بوش للداخل بوينت نص متر. حسيت اني كبير شوية اصغر الشكل بتاعي. يعني تقريبا دي مسافة مناسبة، تقريبا دي هتكون مسافة مناسبة زي الشكل بتاعي. بعد كده هبتدي اديها ماتريال، هلاقي ان الجزء اللي بره تقريبا كولر غامق تقريبا اللون ده، ابتدي اديها اللون الغامق ده. بعد كده هغير الماتيريال وود واختار لون الخشب ده وادي بقيت، خلينا في خامة تانية بهذه الطريقة. بعد ما خلصت الماتيريال بتاعتي اصبح هو ده الشكل الديكوري او المكتبة بتاعتنا زي الشكل الواضح، مع اختلاف طبعا التكرار. يعني هو هنا 4 وحدات، انا عامل 3 وحدات. طبعا تقدر ترسم اي شكل بهذه الطريقة. يا رب يكون الفيديو سهل لحضرتك، احنا حبينا بس نوصل الفكرة. حضرتك تقدر تطبق بالابعاد وبشكل ادق من اللي احنا رسمناه بكتير.